ماثل بطناي هذا غبم رخت كل ناشد بطناي إذوخن هاو بريخة وكل شن بصخوتة غزيلا ولويذ آخا شوقة خيري ولويذ خك مشولان بليخ شول أمنايد إيذا هذا خبش أمن برصيلة تدهاويلا نتفقتا مداني ناشو مقروي خك مهوناي برصد إيذد مولاد ماراني شو مشيحة باني وماثا ديو هاخني محضر اختا قوبال الذهويث دمارا خمندي ديك مبس خلبا إما مرعيثة كلك بار تفاعل قاوة باري نشاطات قاوة بطر دالقوش ديوما آخا بثقلا سوق خيري أي شات التتك وذي لاخا بطناي دي لخا مناسبة وخا فرصة داي بيناش بي تسوق دي داي دوذي طوتا واي من دي مطلوبي القاوة بيت دمارا وهذا هم قاود تسقوبة من نشاطات دي هذا قاود نشاطات دي خانيشاني الخاي وبيخيوثا قاود منطقة دي بريشوثا خبطناي لان كذا خبطناي جرحة دي الى عموقة اني نشاطات دي كوذي جوانق بس مقيانا يويتا خا بلسمي لي درخل هذا جرحة تتباسم و يعني دبري خني اخي وقت لي من وريذا اخر وريذا اخر بالبيشة سلام الله خويا الخبري خا ابونا مشينا خاذي مشينا قوخ من احنا وسهم قوخ ادي وغبغزا يا خك ما اجواء حلوي قو بطناي وبطناي ادي يوم سنقتي لا الادخ اجواء الادخ كبشياتها يعني ادخ جمعياتها فبني وما تبريخ ما اقرتم مقروت تناشد بطناي وتسوراي
قام كل من دي اكيد بدي مناسبه دي اهد بيلدي مقرون هنا كلهم شي حايد اللي بعلمه كلهم ببريشوتهم شي حايديهم دي لعب قاود افرديا يما عراق وكل يناشي بد مناسبه اهد بيلدي ليل بس تمشي حاي لكن اهد بيلدي وايد مارن اللي خثثته ادبرناشه خاته هذا اخي لازم الا انت تدعي شغله اذ هويته بان اجواء دي لي مفرحه ان اجواء دك ما بصخي ان اجواء دك معبري للتضامن للمشاركه للحب للتضحيه من هذا اخني تن كبيره محضرياته بني وماتا اذا واده دي لي بقراوه بيلدو ريشاتا اخذ من محضرياته الى جماعات دي لي اخر جماعات بقاود ماتا امبد ايتا دود لي انشولانه كبيره من انشولانه الى بايذهن ويذهن وتخاطر تد ياوخ شكله تناشد إلى أيد ماذا مبطر نقبة داعش إلا إلى بخهايا يومة يومة ويتم بغزاية القامد إنوخن الجماعة دي لبصيغ بغزاية أي خا نشاط من نشاطات إذا دي شاكة تتيب وهذا أيد شوقة ريع دي إلى تناشنيق دي لبقاود ماذا ونشاطات خن هم إتن بأني ماذا إذا واذا أكيد من مراسيم التقصية دي لي بقاود ايتا وتزيين ايتا وتزيين مغارة تغزيلك مغارة ايثن اخا دي لي قاروتا وما دي قوت الماتا وتن مغارة برشتا الى بقاود ايتا وإيلانا درش الشاتا كل اني الي اكيد معبرة ومشجعة تناشد دي لي بعياش اخ بقاود ماتا تجاوغ ذا صورة بانه ان شاء الله مساعدة اكيد اتناش خيرين ان قاود اطرا وان خارج اطرا تداوي بن داو كلن كبيش الغداده تدمقي مخلماته بخدواوة قام هجوم الداعش وبعد مناس اكيد هم يعني شكرا كل حضور ديوخن ببرجو دي بسخد ربطه ديوما دهم سيدنا اوانكم شاك ان بد افتتاح اد شوخ خيري وهم اختن يعني قناة عشتار مأكل يدنثي من دكتة رحقتها نقلوتن اتصورتها تناش كل دي لي بغزايا اذقنات اكيد ابرق بس مجيانوخ وقالها مقويلوخ خدمت اني عم يعني اني ناشد لي بخايا ادي يوما بثماثة برشتا بطناية دي لغدماثة وإذيتهم شماتة قوما كيخوثة دمرق إذوخن هاو بريخة وقالها مقويلوخ جنوخن بس سمتة وهم خنك شكرهم كبيرة كل دي لي قيمة اللي اتقنات عشرات رجوزة آيات ومصور دي لأمخ بأذ مناسبة أكيد دك مغزية بسخوثة حالا وبسخوثة عن ناشئ دي تبنقالة أم صور تناشئ دي لي بطرواثة مش خلبة ينوخم بسمتة ويذوخم بريخة ودائما خاخ وقاوت بسخوثة ورغزية شكرا جزيلا خاضي شموخ أبونا وصيفة الخود أسقف فريد كينا راعي خورنة ما قريا خوش في باطناء مرحبا ملبشينا إذا خبريخة وإذا خبريخة كلهم شي حاي إن شاء الله جميع تمني بقية مقروة تهنئة ناشيان وتك مشي حايد ولا على اجمعيني ان شاء الله اجمعيني مرحبا مرحبا بشينا قبل ايه دخبريخه وايه دخ وبغزايا خكمة من ديان كبيره حلو وشكلان ولا بريس اخا اعطي تبلختك اخني تن مشغل شمو مشغل الشراغات بلخو قاوي شمو عد اخد بغزايا اخا انواع وتن هم اخد تزيينات بلخو تزيينات وبلخو خدايا من داني خنمي وصفر قاوين واي شلون قاوي مشغل الشراغة زين مشغل الشراغة من المسؤول اللي يعني اتوخن ناشا كمول بلوخن لوهر اختن يعني مجموعة شباب بنون وبناثة اتوخن خهيواية برشتا دي لك بلخوتو اذي شولا وجمعوتو كده اول ما دق دائره البطناي اول ما كل خد دائره متوتين في لي منظمات ومن بلاي بلاخ الشموع او بلاخ لي هي بلاخ التزيينات وان شغلات فاخني قبل ما ودنا قبل نجمعنا كل شاب وشابه اتي دم خصنا عبيدين وكم جمعوا خلي ويعني اخ بلاخ قاودنا صنع عدد لي بلاخ قوين لها ودها محضر اخو كل من دي تأيدة ايه محضر انت ايدا وتشوق خير دي اليوم وكل من ديانك متعلق يقو كريسمس مو كل من دي داخل إذ دببة وإذ آخر تماثيل إذ آخر توزيعات التناول وإذ توزيعات عيد ميلاد وكل من دي وتوزيعات الزواج آخر تخيل مثلا توزيع الزواج إلى وإذ آخر متكبلات
يعني بس إيثن من ديان كبير دي إيه ذلك؟ إيه إيه أي داخد إيه ذلك آخاني دي كريسمس 2024 كلاني دي ذلك. زين دائماً بإيذاك مشارخ محظورك مسقلق بثواثك محضرخ ميرخلياتا يعني خلان بسيم تأيذا ومحضرخ دياناً أخني يعني مصابخ لبواثن زونخلن الوشتة خثة تدهو زالن تنقق بغدا الوشتة حليثة يعني دهوية الوشتة خثة فإذا جيب خميل إذا جيبي التحضيرات وأطبس خوتي لباث الناج ودمخ أدمن ديم سقلة بطناي أي إذا جيب أنا خميل أكيد دمرخ إن شاء الله دائما هاتو شكرا شبت مقروة تهنئة إذا عاجبني مقروة أنت كل ناشن دي لي برايا أنا من الناش دي لي كل نشواتي برايا التي لخا آخا بس اتخذ أمتا من كبيرة فمقدمة تهاني طاليهن وشكرا طلوخن لوجودوخن آخا ومقدمة تهاني هم طلوخن إن شاء الله دائما هاوت شكرا حبيبك شد عيدك صوته اجمعين ماني باية مهنية مناسبة هنيا شياكي الشعب العراق مهنيا نوخن اختو شياكي بسخنا نقوخن وكنت قازوخ لوخن هاي فرحتة كبرتة يا قوخن يخكا وإذا بطناي بسيمك شياكي انت تسقط نافي هون اجو انثيت البطناي من تسقط وثيت البطناي وتعرض ثاني من ديا مش ذكري قوض معرض دياي سوق الخيري دائما دائما كنت كثية قريثي او دعوة طالخ كيزتكم شركة ايش يا اكيد شي اكيد اي شرفي الطالب صراحة ان مشركة اي بط انا مشركة قاود القش هم ان كل شو مهرجانكم خابوا ما كبلخت ميش ولدك بلخت انا كبلخت اعمال يدوية مسابح طارد عروسة مسابح السيارة كم زمنا انتهب برازيلي كم زمنا ايه عند لنابسة دايبة الخاصة في خفنا أنا عدت من ديان كودم يعني هاتك شقلتي وتبثغت يعني كوزمتك ايه هبثغت أنا ده كلك هذا جاهز وأني عم يدوي يديني أني إن شاء الله دائما هاوت وبصخوثة وإذا خاوك أنا حبيبي إن شاء الله الجميع إن شاء الله وشرف لي قواخن بصخ لي كبير من خزيان نوخن عزيزتي عيني يعني. حبا إذا خبريخة إذا خبريخة هلا بسينا قواخ ماني بقية دمهنية مناسبة إذا طبعا عائلتي ويمي وكلنا شواثي دي لي اخ بتسقط يعني قاعد اخ عراق او دي لي بخارج كله وطبعا امين اخو اهلا وسهلا قاوا اخو دي اخا عيني ان شاء الله دائما هوا تبصيخوا باذا واحد ان شاء الله دا يعني اذا فتح خير يعني تكلن وكل السرايد اخا ان شاء الله هلا اذا خبريخه اذا اخوان هلا عزيزتي وتشارك مثيل وشتا اخا تزبونك أكيد أني خمندي حلوية لجي يوما يخم شكله خكمة جلو خكمة شموع خكمة مندانة فأدمدي بسخوثة لتا هو تدمارا جمعوا خاخة بحب دمشيحة وكتشت مع دخلهم خير والسلام يا ربي كل شراي مشيحاية إن شاء الله جميع دائما هاوتوا بسخوثة وأهلها مقوي لوخو دقي موتن وبآدخ كالشرواثة يعني بآدخ شكرا عزيزتي قنو خم بس متثير أخونا خا إذا خبريخة بس سمتا ماني بقية مهنية بث مناسبة مهنية كل سوراي ديان وإذا خون بريخة وكشة بصفوثة إن شاء الله يا ربي وببابي لي بأمريكا أمريتي تخزي الناي إن شاء الله دائما هوا تبص ميش محبراتك؟ تيريس ولا مسوقلت بجلد ماثا حلوي لي جلة؟ إيه بنتي جلد بطنار؟ إيه إذا خون بريخة كلها خون إذا خبريخة وإذا خمايت تمني باية مقروة تهنئة مناسبة كيف مقروة تهنئة كل ناش كل سرايد الدن دي لي بماث دي لي بأثرا ودي لي براي إن شاء الله دائما كاويث إن تحضيرات قم إذا وخامن تحضيرات دي الآذي شوقة يعني سوق خيري دكفاي شبثيخة بكبير مثواثة دي يعني الدشتة يعني ف
ما قدك يا ولو خو خيلة يعني عادك محضرياتها عادك محضروت وتأيذا كبيرة طبعا انه ادمن دي بشلو خواثت كل شاتك وذخل لينك وذخل شد قيوة وأول مرة وأسنا همنا إعادة طالع اتشاتة ويغضيف خن من ديان اللي وخن شغلات فمن دي حلوية لأنه داويثن هذا من ديان مسواثن قبل فترة هم بسخوالي بقاود ألقوش فمن دي كبيرة حلوية القول تشجيعته شباب تناشد ماثة هم تشجيعته أعمال خيرية يعني مشاركة لأن مسواثة كل إخدا صرطة لبآخرتها فإيمان هاويثن شوتبتا يعني مشاركة أم دغ ذات خمندي طاوة وشفيرة كبيرة حلو يالي ودهم دخد ميرخ انه كاوت كلي مسواثة حتى دها إلي حضير من بقوبة وتسقوبة وكبيرة يعني مسواثة وتلكيب وألقوش فكبيرة حلو يالي إن شاء الله دائما هاوت شكرا إن شاء الله وإيذا خمان هما تيضا خبري خبابي قادر بس أخني أربع ذخوك يلا مبشينا قاوة حلوة يعني تباني كبد دمرت إذا خبريخة تكل لي هرم تكل لي كل زي ما قيت ناخا إذا أنا بريخة ولا إنه الكل يمشي حاي إيه بابي بخير إذا بطناي ده أو كبيرة ما حوجة دخ إيال براي نشواتا إيه كي دخلتي كبيرة إذا خن بريخة كل إيالي إيه ولا يكل يمشي حاي بابي هلا بس أنت كل كبيرة إيال تمام تتمني بخارج لها ناطرة كله بدي بخازي لك آتو بعيودك على شاوق لك يا بابي خائم باقي ربكوه في كل بابي ونشقن بدالي يا مر يا بخدي وإذا وطينا بريخا إن شاء الله إيه بابي إيه دود بس جمعت اللي موتوا كلهم على شاوق لك بابي على ما التخيال دم الخيالة لك إذا أنا هذا غزيل أنا ما بسمت أجيانو خم بسمت وإذا وطو خم كله خنا مخبطة بريخة خبرك لك أنت سمت عزيزي كبت مقروت هنايا أو تهنئة إذا أن اتخنا شواطة براي آخر مبارخ لك تقول أنت لا بخارج وأنا دي لألخا أنا مبارخ لك إذن وصيخة وبخبة وبسمت ناشد إيه كيوت أنا ناشد لا ناشد طورا وان ناشد طورا وان إيه وثيثة دم شركة أنا لا أنا قوري أخذ دخل ببطناي علي أنا ما حلوية هذا بأنه هو بغزاية من تسقوفة من دكان كله ولا بيه أنا نهارن قرطة ببطناي أخا وارين قمت على أخا ما تفلخت آني شمو؟ أنا شولي لأن فلخخني يعني التمشغل دي أخا يعني كم يعني كعين أخلا وكعين كل المغضاضة بخايدة يا وخني محظير أختئذة كل من دي؟ شكير على شكير على إن شاء الله دائما هوا بس نساو على ناطر ليخون وعلى شاوق ليخون تاوي إذا يخون بريخة وكل ليخون إذا خبريخة ماتوا إذا خبريخة كبت مقروة تهنية كبت بعيدا كل ناجدي خزواتي دي لبخارج وخلواتي وناجديا كلي وخاصة عائلتي ومعيدا تآخو بطناي وكلي مثواتا إن شاء الله إجمعين دائما هوا تبقي ذواتا وبسخوتا أني كل بيتك بلخت دائما بلخت لو بس تكاوي تنادخ مناسبة وهاي المرة الثانية كما دخلت سوق خيري فأول مرة غزينا أنه ويثن قبال فالسنة الثانية لك ثيل الأخ طلبية من براي بأنه لا بس تسوق يعني دعمت محتاجين لا أكثر هاي لك وذا تخ مشروع حلو اوكي يعني فكرة لا فكرة هي بس خلتو هويل مارن شو حالي يا مات هويل مارن شو حالي مش دمعيد وتبس خوثة كل على المستوراي كلنا أخني دمعيد وتبس خوثة حبيبي هل بدخ أواني لغ دقاع لغ بس إيبا من ديان كبير مش خلب أخا غزيلا أي بقلة وخرطمانة ماي خرطمان وشاي يعني بستوى بسيمي لأن من ديان إذا خبريخة وإذا خمتة بسمتة شكرا لحضور ديو خمّا بيا افتتاحية ودلان وإن شاء الله داوخ على طول أول بأول إن شاء الله دائما يعني آدخ من ديان دائما كود وتميلة إيه صراحة كوخ مشارك يعني بعض من قرى مثلا بطناي تسقافة تلكيبة كم ساعة آدخ من ديان بادخ قويك مشارك قابا قلو لبلبي وكودخ مهرجان جلو ما جلو ما من ديان صغيوانة من يبقى قدم عيدك ما أكل عنه بصراحة إن شاء الله دائما هاوت بس انت بشينا هاجة معاك بشلي لي بس كالوتو آخر يعني كم زبنوتو مثلا صح يا أخني
اي احنا كنا زمنوخ لي وكذلك عوائل فقيره من دي هذا يعني تتبرع تجمعها. ماني بقدم عاده بايد بيع كل ناس سوراي ودل بيهم صفيه ايه ده ايه اللي انا بصيخه وحبه والسلام ان شاء الله. دائما هوا تبصخوثه سماور هذا سماور. نعم نعم سماور لي اخني اديوم مهرجان اسلام دي خويذه بطنايه اوكي ف يخم مثوي اني نشواث اخ بطناي لي ويذ لبلبي باقلا واخني دي لنا يخم وزوع وشاي فاي معرض بطناي ان شاء الله لك واخر معرض ولا وقطلب اختتاب كل مثواث السوراي وكم عيد كل مثواث السوراي بس ايذا وكشكر خلوخن لي ثيثوخن كبيرة هاد. اكيد ان شاء الله اجمعين بني بقدم عادة بمناسبة ايذا مولاد المارن ايش عم شي كم عيد كل مثواثا وعراق وكل علم بس ايذا ونشواثا دي لي بخارج بامريكا وداخل العراق وكل ايتتن بصورة عامة ذث ايذا اجمعيني ان شاء الله دائما هاوتو بإذا واثو بصخو على شوق لوخن كشكروخ لوخن خرتقا الإثيثوخن إذا خبريخا وإذا بداية أرق لوخ ما يروخ لك معايدن شو ناش لا ماني معايدن كلية علمة ماي كل... نشواتها آخا بنا إيه لإثي كلية علمة آخا واي أختي ومجتمع آخا بيها السوق خيري بطناي داكم يعني ليخ أول مرة بس هاي ثاني مرة مرور الزمن كل مره يعني ما قد محولخ اي بس بمناسبه ميلادي يعني ميلاد المسيح ايه نعم ديخي يعني دائما كما حضرخ تهويث دمارن نعم ف ادي يومه جو بطناي مشريلو خوب ادي سوق خيري ما كما حضروتن يعني دائما كاخ محظور بصخوثه بانه ديها وملكه الشام نعم أرى يعني فرغانك محضر يا أخي كل خاكات ومازية كل خاك مثل منددية بيتها شخصي جللة يخالل متاحف دقيتها مكتبة أي مندي يعني كل خاك كيف شخصيا لك مثل موتو ليكم زابن يعني شغلة عادية لا وايدة إذا خبري وإذا خمي مرحبا مرحبتين أهلا وسهلا فيك كل عام وانتم بخير إن شاء الله وانتم بألف خير وميلاد مجيد وسنة جديدة تنعادوا عليها بالصحة والسلام وهدات البال يا رب ومنتمنى من طفل المغارة يولد تكون مغارته بقلوبنا قبل ما تكون هيك بالأجواء ويعم السلام على كل بلادنا بإذن الله وربنا هيك يتحنن على الجميع ويعطينا الخير والسلام لأنه هو ملك السلام وبتمنى بهالفرصة السعيدة بعيد كل أهلي هون صرت أنا هون أهلي بباطناية بعيدهم بمناسبة عيد الميلاد وهالسوق الخيري وبتمنى للجميع الصحة والسلام وهدات البال ولسوريا بلدي الحب كله والسلام. حضرتك من سوريا؟ من سوريا ايه. واليوم بباطنايا متزوجة هنا بباطنايا؟ أنا زوجي الأستاذ نجيب ساكن من زوجي من باطنايا هون ايه. شفتي اختلاف بين سوريا وباطنايا بالتحديد يعني أجواء ميلادية شون أجواء الميلادية بشكل عام يعني حلوة وقريبة من بعض بس يعني في شوية خلاف هيك بالعادات والتقاليد والطقوس بشكل عام يعني هون كونه قرية حلوة الأجواء بشكل عام بس هيك في إلها طابع بدي يكون في طابع فرح أكثر بس بشكل عام كل شيء حلو كلش حلو على رأيكم كثقافة تختلف من بلد لبلد يعني هي بشكل عام أجواءنا كمسيحيين واحدة بس انه العادات والتقاليد ونفس الشيء عندنا بصير اسواق خيريه يعني وبازارات وهيك شيء يعني واجواء حلوه كثير وكشافه وتراتيل وطقوس يعني مثل هيك اليوم مثلا يكون تراتيل وصلوات كلياتها كثير حلوه ايه ويكونوا الاطفال كلياتهم لابسين هيك الوان الفرح والوان الحب والوان الميلاد لازم يا فرحه الميلاد هو فرحه نحن هلا بانتظار المولود ملك الكل ما في عنا لا ألم ولا وجع ولا حزن ولا ألم هلا نحن مهيئين نستنى ملك السماوات ينزل ويتجسد على الأرض لحتى نحن نرتقي ونرتفع إلى الأعلى هللويا 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 كل عام وأنتم بخير ميلاد مجيد وسنة جديدة يا رب على كل العالم السلام والأمان لكل بلاد إذا خبريها وإذا خشاتها بصخوثة إلا كلها سورايد مشيحة دائما جو إذا كاولا خكمة تكبرياتا او خكمة محضرياتا اتقب ايذا ومني ادخ كشرواثا يعني ادخ نشاطات دي لاي سوق خيري
فأدي يومك بخشمخ منه إذا ميله يعني هويثد مارن هويثد مخلصانة ملكة شلامة ميلا إديو هويثد مشيحة إلى غض علامة رجاء وعلامة خاي خاثة وهويثة خثة طبرناشوثة كلها هر هادخ ببريشوثة بقاود مذيتة ننوة نينوة هذه مذيتة دي لبعياشة هويثد مارن بقاود خا شكل خاثة بقاود خا شوبة خاثة دي لدخازوت وماقى ظروف ممرآن كميري إلا إلا هر هذا خرم شي حايد آذي مذيتا إلى يالد خاية يالد هويثة دمشيحة مخلصانة هويثة خثة خازوت دي يوما آذي بساطة بشل بريثة آذي حضور دي أناش دي حضيرة بقاود آذي شوقة بشل بثيخة بقاود بطناية إلى غض علامة دي هويثي بعينت ناش دي لا سنيق الكبيرة من ديانا أكيد دمرخ إن شاء الله دائما هاوتون غذائي ذا وآلها موافق لوخ وقوشو لوخ وقوب الخنوخ وإثمن دي ديوات مقروح دا إثمن يانا ناش بطناي دي لدير دي يوم البطناي بس مجينوخ وآلها مقوي لوخ وإيذوخن هاو بريخة وشتوخن هو يمرخ بس ما كانوخو هم اختو اكيد الحضور ديوخو اما اخب قاوت بطنايو تمام متد مثواثا ديا وان شاء الله متمنوخ تا بني مرعيثد القش ومرعيثد موصل وناش ديا بقاود اثرى يوم عراق اذا واثا هوا بريخ ومبرخ ومقدش بقاود اذا دهويثد مارن وكشاتا هواتو بصخوثا هلا شاوق الله. Thank you.